وللقاء مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. سعادة الأستاذة هالة، بعد التحية، اليوم شهدنا إطلاق الدورة الثانية من جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة وضمن فعالية دولية جاءت في توقيت مهم كأحد فعاليات مؤتمر باريس المنعقد حاليا لمتابعة التقدم المحرز للمرأة حول العالم منذ 25 عام على إعلان ومنهاج بيجين. هل لك أن تخبرينا سعادتك عن حدث اليوم وماذا يعني ذلك بالنسبة للبحرين؟ نعم، حدث أو فعالية إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم العالمية لتمكين المرأة في نسختها الثانية وفتح باب الاشتراك للمؤسسات العامة والخاصة والمدنية والأفراد حول العالم تأتي بتعاون مشترك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شريك استراتيجي للمجلس الأعلى للمرأة على صعيد متابعة تقدم المرأة سواء وطنيا أو دوليا. وهي شراكة الحقيقة بدأت بصورتها الوثيقة قبل 5 أعوام، وشهدنا خلال هذه الفترة تنفيذ العديد من المبادرات وتفعيل لعضويات البحرين في لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومن بين أهم تلك المبادرات جائزة سموها العالمية اللي تبنتها الأمم المتحدة وتعمل من 3 أعوام على إدارتها من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل مستقل وبالتشاور المباشر مع مملكة البحرين وبمعاونة لجنة تحكيم دولية من الخبرات والكفاءات ذات الباع الطويل في هذا المجال. واللي يميز حدث اليوم هو تجديد التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمشروع المنطلق من البحرين برعاية كريمة من سموها، حيث أنه مخصصوا فعالية ضمن أجندة مؤتمر باريس للإعلان عن دورة الجائزة الجديدة، وقاموا بتطوير موقعهم الإلكتروني الخاص بالجائزة وفتحوا باب الاشتراك بتوجيه دعوة مفتوحة للفئات المعنية للتقدم بمشاريعهم وبرامجهم وبحسب معايير دقيقة تركز على طبعا رفع مساهمات النساء الاقتصادية وتمكينهم من القيام بدور أكبر في استقرار مجتمعاتهم، وخصوصا خلال هالأوقات الصعبة اللي يمر بها العالم بسبب الجائحة. ومثل هالخطوة تسجل البحرين مجددا موقعها الريادي على الخارطة الدولية في مجال تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في التنمية، وهو الحقيقة ما أكدوا عليه مسؤولين الهيئة في لقاء اليوم. نعم، إذا سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لك.